بالتزامن مع الدورة الثالثة لمهرجان السينما الخليجية المنعقد في أبوظبي، وتختتم فعالياته غدا. شارك نحو 150 فنانا خليجيا، من بينهم كانت الممثلة البحرينية شيماء سبت التي شاركت مبكرا متابعيها على مواقع التواصل بتفاصيل الدعوة، فضلا عن تغطية جزء من الحدث. قبل الترحيب بضيفتي في الاستوديو، نذكركم مشاهدينا ببعض أدوارها. قد أمهلتها يا مولاتي 30 يوما، فإن خرجت من القصر فهذا خير لها، وإن لم تخرج سماء يتكفل بها. مولاتي، وصل موكب على باب القصر يحمل الجواري والنفائس والهدايا لتركان من أخيها الملك نصر. قد أمهلتها يا مولاتي 30 يوما، فإن خرجت من القصر فهذا خير لها، وإن لم تخرج. هو في الاستوديو تنضم إلينا الممثلة والمنتجة البحرينية شيماء سبت. أهلا فيك يا شيماء. يا هلا ومرحبا فيكم، نورتينا. منورة بوجودك. كيف المهرجان؟ طبعا أنت كنت من الحاضرين في المهرجان اللي غدا بيختتم، ويعني صرت ما شاء الله بتنافسي القنوات في النقل على سناب شات. والله مهرجان جميل، مهرجان فيه خصوصية للسينما الخليجية اللي نقول توها وليدة، واللي فيها خطوات حلوة، وإن شاء الله تبشر بمستقبل حلو في السينما. وأنا جدا متفائلة، مثل ما قدرنا إحنا الدراما الخليجية نثبت وجودنا في الوطن العربي وصرنا دراما منافسة للوطن العربي، كلي تفاؤل أن بي يوم السينما الخليجية راح تكون منافسة في الوطن العربي، بس يبي شوية تركيز وجهد أكثر، ونبي تشجيع ودعم أكبر. انت بما انك يعني بتتكلمي عن الاعمال وانه حتى وصولها على نطاق اوسع، انت كان عندك عمل في رمضان انتشر انتشار كبير، وكان حتى دور مختلف لممثله خليجيه انها تلعب، واللي هو سمرقند، اذا تحكي لنا عنه. شوف، هو احلى شيء بالموضوع ان انا اول ممثله خليجيه اشتغل مسلسل تاريخي باللغه العربيه الفصحى، وهذا شرف لي وفخر لي ان انا اكون اول خليجيه اشتغل عمل عربي. ما ادري سويت، بس صرت استوديو مالكم من الحماس ولا بعدني فداكي. متحمسه يا اختي، متحمسه. زين، فهذا شيء كثير انا افتخر فيه. طبعا الكل كان متخوف، يقول بحرينيه وتتكلم لغه عربيه فصحى، يا ويلنا بتدمر اللغه. بس الحمد لله اثبتت البحرينيه وبجداره ان هي تتكلم لغه عربيه فصحى. اوكي، مش الحال، والحمد لله. وان شاء الله في اشياء جديده انعرض علي. طبعا انا حنا بيود السر، بس ما اقدر فضحت روحي. انعرض علي عمل بعد تاريخي كمان ان شاء الله لرمضان القادم، بس لسه ما صار في اتفاق وتوقيعات، بس ان شاء الله هالمره يكون الدور يعني بيفاجئ الناس اكثر. طيب جميل. وانت كمان يعني غير العمل الفني صار عندك كانه في عمل ثاني اللي هو مواقع التواصل، صرتي برضو يعني عدا عن كونك فنانه مؤثره جدا في مواقع التواصل، وعندك عدد متابعين ايضا كبير، بتشعري بالضغط بسبب هذا الشيء ولا حبته؟ لا بالعكس، انا حابه هالشيء وحابه كثير ان هم دائما يشوفونا المتابعين والجمهور يشوفونا شخصيه احنا نمثلها من قبل كاتب يحدد احنا شنو بنسوي. بس هم ما يعرفون شيماء الإنسانة أو شيماء شنو حياته أو شنو الأشياء اللي تسويها. في أحيان الناس تنصدم منه، مثلا يعني في عدد كبير من الفنانات أو المطربات أو الإعلاميات يقومون بأعمال خيرية، وتشز يصدم المشاهد، يقول معقولة؟ زين أنت مثلا لما تشوف واحدة تمثل دور شر، هاي مو معناته في حياتها هي شريرة ولا هي حرامية، بس ولا كمان في نفس الوقت بيفتح مجال للانتقاد. شوفي، للأسف الشديد أنا أقول في عينة معينة غير مهيئة لأن هي تدخل في التواصل الاجتماعي، وهذول أغلبيتهم فئاتهم العمرية تكون يعني أعمارهم صغيرة، بس حصلوا حرية بدون رقيب، فبندخل نسب ليش عشان ترد علينا الفنانة، ويردون ويكتبون يقولون إن مثلا في الانستغرام مثلا على سبيل المثال يقول إحنا إذا ما سبينا ولا قلنا كلام ينرفز ويستفز أي فنان أو أي مشهور ما راح يرد، إذا مدحنا بنصير في سلسلة
المادحين وكذي يعني. يعني فهمت عليكي، بس كمان احيانا برضو عشان ما نلقبس باللوم على الناس، الناس احيانا تبالغ، بس احيانا كمان الفنان نفسه يبالغ في عرض الامور. خلينا نطالع كمان في بعض الاسئله اذا حابه كمان تردي على هذا الموضوع، لانه انتم مثلا كاخوات، انتم اربع اخوات في المجال الفني، فهذا بيفتح عليكم كثير من النقد كمان يعني. فاكيد بيجيك اشياء على اخواتك كمان مثلا. اي نقد ساعات بقول لك ما في نقد على عمل ولا على شيء، على اشياء شخصيه، وهذه ما حد لحق فيها. الاشياء الشخصيه تبقى شخصيه يعني. ايوه. طيب هنا في نشوف بعض التعليقات من الناس، في اللي هي بيشكروك على مسلسل طريق المعلومات، المعلمات أسفة، شخصيتك بتهبل فيه. خلينا نروح من على الأعمال اللي جدا أحبها، وأتمنى أنه أنا أسوي شيء أقدر أحل فيه هاي المشكلة اللي تواجهها المعلمات بالذات اللي عايشين في يعني اللي يشتغلون في مناطق نائية. أتمنى هذا لفت نظر المسؤولين. وهنا كمان بمسلسل عائلة أبو رويشد بيقولوا أنه حبوكي من هذا العمل. هل هو أول عمل سعودي لك؟ لا، في كان قبل عمل سعودي اسمه الدوائر، كنت صغيرة عمري فيه كان 13 سنة، كان لتلفزيون الدمام. بس خبرك أنت، أول ما كان في انتشار السوشيال ميديا والقنوات الفضائية مثل الحين. أكثر شيء تخافي منه في المستقبل؟ الوحدة. الوحدة. طيب نشوف الوحدة. اللي بعده، أهم إنتاجاتك؟ سويت 3 مسرحيات، منها عيال سعادة، يمقن إيه يمقن لا، وسنفروا بحياتكم. إيه. طيب خليني، كم عمرك وهل أنت متزوجة؟ عمري الحقيقي 14 سنة، بس استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ممكن أصير 18 متزوجة. لا يا ربي، كل الناس يسألون متزوجة شو تبغى تخطبوني ولا شو السالفة؟ طب يعني يمكن أحد يبغى يخطبك فعلا. أوكي خلاص، أنا كفيلتي سارة، اخطبوني منها. أبلشت اليوم أنا فعلا، أنا فعلا يعني خلاص. صار لي كذا ضيفة أسألها على ده الموضوع، حسيت نفسي خاطبة في النهاية. خلاص أي أحد بيخطبني أكون عندكم سارة. ليش في قلق على موضوع الزواج؟ ما أدري يا أختي، مضايقتهم أنا متزوجة، ما أدري ليش. تبي تتزوجي؟ ما أدري يعني، ليش لا وليش إيه؟ ما في يعني مبرر يخليني أقول لا، ولا شيء يخليني أقول إيه يعني. طب في إشاعة تقول إنك مخطوبة. مخطوبة؟ ليش إذا أنا مخطوبة؟ بالعكس أنا بقول الخبر. وبيبه هني بعد قاعد. فما في. ما عندي مشكلة. فما في أي شيء. لا حاليا ما في شيء، بس أنا أقول لك سارة خلاص، أنت الحين إذا خطبوني قولي لي. طيب. خلاص حقول لك الموضوع. بنشكرك على وجودك معنا، كانت معنا شيماء سبت، وحديث سريع عن أبرز أعمالك وأشياء خاصة أيضا. أوكي. أهلا وسهلا.